هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. واليوم عندنا الحرف الثاني اللي هو للحروف الانجليزية، راح نتعلم ايضا شكله وصوته وكتابته. هذا الحرف اليوم اللي عندنا اللي هو حرف البي، هذا الكابتن مالته وهذا السمول، هذا شكله كتابته. اسمه شنو نسميه؟ اسميه بي. بي الصوت مالته نسميه ب. ب لايك يعني مثل، عندنا بوك بيد، راح نجي ب بوك بيد. البوك معناها الكتاب، البيد معناها السرير. فهنا عندنا شو اللفظ؟ الحرف البي اللفظ ب. زين، عندنا ملاحظات عليها اللي هو ما يلفظ عندنا حرف البي بحاله واحده اللي هي اذا يجي قبل حرف الام. طبعا الام الصوت مالته ام. اوكي، مثلا عندنا كلمة لام، لام جتنا عندنا قبل البي ام، اذا البي اعتبره سايلنت ما اقرا، من اقراها تصير لام. وعندنا ايضا كلمة ثام، ثام اللام يعني الحمل، وعندنا الثام معناها الابهام، ثام ثام. ايضا عندنا حرف البي ما ينلفظ اذا جاء بعده حرف التي. اوكي ماما، اذا نلقي ورا حرف البي حرف تي ما اقرا. مثلا عندنا كلمة دات، دات دات. زين، وعندنا ايضا الكلمة الثانية اللي هي دوت، دوت دوت. عندنا البي هنا ما يلفظ، هذا حالاته اللفظ مالته واذا شنو يجي وما يلفظ بيها. نرجع نقراها ب بوك بيد. Thank you.